خدمش الجزائريه. مرحبا بك. بالنسبه للتحقيقات هو اولا نصحوا مفهوم ما كاينش تسريبات، كاين نشر، وانا سوف لن اكف على يعني الكلام على ضروره ووجوب التفريق ويعني يعني وضع كل مصطلح في محله. تسريب شيء والنشر شيء، واعتقد انك تتحدث على نشر المواضيع بعد خروجها في مراكز الاجراء. وين وصلت التحقيقات؟ التحقيقات عندها اهلها وهم يقومون بالتحقيق. الشيء الذي اقوله لك انه الجميع الذي تورط في نشر هذه المواضيع ستطاله قوانين الجمهوريه، سيجد نفسه امام القوانين، امام المجتمع الذي يرفض هذه السلوكات، امام المدرسه الجزائريه ومتقتضيه من التزام ومن احترام ومن قدوسيه. وبالتالي فاولئك الذين يقومون بهذا العمل لا يلومون الى انفسهم، وسنستعمل القوانين الساريه المفعول في كل صرامتها، لانهم يشوشون على الامتحان، ينصرفون باهتمام التلاميذ الى او حتى الكبار الى معطيات لا تهمهم وتشوش الامتحان وعلى اجراء الامتحان، وكذلك تنقص من استقرار النفسي لابنائنا، وهذا شيء مرفوض ومنبوذ ولا بد من جريمه ولا بد من محاربته من كل جوانب القضيه، ليست قضيه المدرسه لوحدها وليست قضيه الاجهزه التي تحق لوحدها، لكن هي قضيه مجتمع بدءا بالاسره التي يتعين على الاسره الجزائريه الكريمه ان تحارب هذه الظاهره من اصلها وفي اوصالها. شكرا لك.